واحد بيقول في لاويين في ان مريم اخت موسى ضربت ايضا بالبرص، سفر العدد 11 9 11. لا، مريم ضربت في البرص في الصحة 12 من سفر العدد. وبيقول في العهد الجديد الابرص الى اخره العشر البرص رجع منهم واحد، فهل البرص ضربة من ضربات الله ام هو مرض مثل كل الامراض؟ وهل الامراض المنتشرة الان هي ضربة من ضربات الله مثل مرض الايدز وغيره؟ المرض ممكن يكون أي مرض جسدي له أسباب طبية جسدية عادية زي أي مرض، وعلى الرغم من هذا ممكن أن يكون ضربة من الله، يعني تنفع دي وتنفع دي. يعني لما تقرأ في تثنية إصحاح 28 الضربات تلاقوا أحياناً يقول يضربك الله بالحمى والبواسير والحاجات، طب ما هو كل دي امراض عاديه. لكن ممكن الامراض العاديه في حاله غضب ربنا تبقى ضربه من الضربات، زي واحد يصيبه العمى نتيجه اهماله في بصره او نتيجه اي سبب طبي يعني، وجايز يجي له العمى كضربه. فممكن يحصل كده وممكن يحصل كده. أما مرض زي مرض الإيدز فمعروف إنه بيأتي من أحيانا من خطية وأحيانا لأسباب طبية. أحيانا من خطية زي أمراض الشذوذ الجنسي والحاجات دي، واحيانا يكون دم انتقل من واحد لواحد ولو في عمليه ويسبب المرض، يعني لدي لدي. اما كونه يبقى ضربه، الكتاب ما جابش سيرته خالص، يعني دي حاجه جديده ما نعرفهاش. لكن اي مرض ممكن لو حب ربنا يضرب بيه. لكن معروف ان الايدز بيكون اما بسبب نواحي جنسيه او بسبب دم ينتقل من مريض الى سليم.